خبراء وتقنيون في الفلاحة اجتمعوا بولاية شلف من أجل النهوض بشعبة الطماطم، سيما ما تعلق بإنتاج البذور التي تستوردها الجزائر من بعض البلدان العربية. اليوم جبنا خبراء وأخصائيين ليزانجينيير اللي هما متحكمين في الطماطم الصناعية، يفهموا الفلاحين كيف يغرسوا، كيف ينحوا، كيف يسقوا، كيف كاع من نواحي صافي النبتة من البداية حتى للآخر. شروحات واسعة تلقاها الفلاحون عن طرق زرع وجني هذه البذرة من أجل توفير المنتوج للمستهلك. كاين تقنيات كل عام تتطور مع النوع فان كذلك البذور المستعملة، يعني راهي كل عام نزيدو نطوروا ونجربوا. باش كل فلاح يحس بروحه باللي الدولة راهي مديرت له اعتبار باش تجيب فلاح تشرح له تفهمه وكذا. توسع رقعة إنتاج الطماطم للاكتفاء الذاتي والتصبير والتصدير هو ما تتوقعه مصالح الفلاحة المحلية. في البرنامج تاع 2017 هذا دايرين اهداف مسطره تاع 1000 هكتار. 1000 هكتار هي الطماطم الصناعيه منتجه بطريقه حديثه بطرق السقيه عن طريق التقطير، وين قدرنا نتحصلوا في السنوات الماضيه حتى على دي كما نقولوا حنا دي بيك في المردود اللي حق حتى 1250 قنطار في الهكتار. في انتظار توفير الدعم والامكانيات اللازمه لفلاحي هذه الشعبه للاكتفاء الذاتي أولا ووقف استيراد هذه المادة ثانيا والتوجه نحو تصديرها، ولما لا تدعيم الخزينة في وقت اتجهت الحكومة للقطاع الأخضر بعد نكسة الأسود.